أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم في موجز الاتحاد لأهم الأخبار. سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية إلى الوحدة الصحية في منطقة مول الليمة بمديرية ديس الشرقية في حضرموت، وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم القطاع الصحي في اليمن. جاء ذلك ضمن حملة نبض الشرق التي تهدف إلى تغيير واقع القطاع الصحي في حضرموت لتخفيف معاناة المواطنين في المناطق النائية الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. برعاية كريمة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، انطلقت اليوم فعاليات أسبوع أبو ظبي للطفولة المبكرة التي تستمر حتى 2 نوفمبر المقبل في فندق إرث في أبو ظبي. ويهدف أسبوع أبو ظبي للطفولة المبكرة إلى تحفيز الابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات لدعم تنمية الطفولة المبكرة من خلال توفير منصة تجمع الشركاء والجهات الفاعلة في هذا المجال مع نخبة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين من مختلف التخصصات. وتنضم إلينا من أسبوع أبو ظبي المبكرة الزميلة مها ياسر، لك الكلمة مها. نعم أحلام، أصبح عليك بالخير وأصبح على السادة المشاهدين. أتواجد هنا في حدث فعاليات أسبوع أبو ظبي للطفولة المبكرة في العاصمة أبو ظبي. يبدأ الأسبوع بفعالية يوم الابتكار في تنمية الطفولة المبكرة، والتي تقام بمشاركة أكثر من 30 خبير محليا وعالميا في قطاعات متعددة لتقديم رؤى معمقة حول مواضيع بناء المنظومات ودعم الشركات الناشئة ومواكبة أحدث التقنيات. سيجري خلال هذا الحدث تسليط الضوء على رواد هذا المجال مع عرض حلول مبتكرة من 6 شركات تركز على دعم الأسر والأطفال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. كما يستعرض أحلام يوم الابتكار أحدث التطورات التكنولوجية التي من شأنها رسم ملامح جديدة لقطاعات التعليم والرياضة والترفيه والرعاية الأسرية، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى إحداث أثر ملموس في هذه المجالات. في الحقيقة هذا كل ما لدي حتى اللحظة أحلام، وعودة إليك في الاستوديو. شكرا لك مها على هذه النافذة. انطلقت قبل قليل الدورة 9 من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين، ويشهد الملتقى كلمات رئيسة وجلسات حوارية متخصصة ونقاشات ملهمة وتجارب رائدة، إضافة إلى ورش عمل جانبية وجلسات شبابية، في حين سيتم الاحتفاء بالفائزين من داخل الدولة وخارجها بجائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة في نسختها الأولى، إضافة إلى معرض مصاحب يشارك فيه العديد من الشركات العربية والأجنبية لعرض مشاريعهم وحلولهم المبتكرة في هذا القطاع الحيوي. وللحديث أكثر عن فعاليات الدورة 9 من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين ينضم إلينا الزميل أحمد الطنيجي. تفضل أحمد.
نعم زميل أحلام، أحييك مباشرة هنا من ملتقى الفجيرة التاسع للتعدين. هذا الملتقى اليوم الذي أصبح يشكل منصة تلتقي فيه الجهود العالمية لتطوير منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع. قطاع التعدين في دولة الإمارات يحظى بأولوية وحيوية قصوى هنا من خلال جهود حكومية تطور هذا القطاع وتطور المنظومة الخاصة به. اليوم هنا الإعلان عن كثير من المشاريع، لعل وزارة الطاقة والتغير والبنية التحتية أطلقت مجموعة من المبادرات، نتحدث عن هذه المبادرة. يتواجد هنا معي المهندس خالد الحسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية. إطلاقكم لمشروع، ربما تلخص لنا هذه الفكرة وما أهمية هذه المبادرة. نعم، شكرا جزيلا. قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن استراتيجية التعدين بالدولة بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار التكنولوجي في إمارة أبوظبي لعمل خريطة ثلاثية الأبعاد للاستكشاف التعديني في المنطقة الجبلية ومنطقة الإمارات الشمالية، وهي المرحلة الأولى، وإن شاء الله سيكون هناك مرحلة أخرى يعقبها جميع أراضي الدولة. هل هناك هدف معين لهذه المبادرة؟ نعم، هذه من ضمن المبادرات اللي تهدف إلى استكشاف التعديني للمعادن والثروات المعدنية المتوفرة في المنطقة أو في أراضي الدولة، وأيضا سوف توفر الدراسة موضوع الطاقة، استكشاف الطاقة الحرارية الجيوثيرمال، وأيضا استكشاف السول دوم اللي هي القباب الملحية. كل التوفيق لك سعادة المهندس خالد الحسني، وبالتأكيد يعني زميل أحلام، يعني مثل هذه الدراسات تضع الإمارات على أرض صلبة لاستشراف المستقبل فيما يتعلق بقطاع التعدين. قطاع التعدين قطاع حيوي له مستقبله الواعد، وبالتالي دولة الإمارات تبني مستقبل جيد لهذا القطاع الحيوي والمهم. عودة إليك يا زميل أحلام. نعم زميل أحمد الطنيجي، شكرا جزيلا على هذه النافذة.